تقارير إسرائيلية تتحدث عن ضوء أخضر أمريكي لتل أبيب لضرب أسلحة إيران الدقيقة، وأن موسكو ودمشق يغضان الطرف. شهادات جديدة تتكشف عن قمع إيران لمظاهرات المياه وحالات التعذيب تضمنت اقتلاع أعين المحتجين. بيبا يعود للسباق الرئاسي بعد قبول الطعن ضد استبعاد. دول جديدة تفرض قيودا على السفر، وعلماء يؤكدون أن متحور أوميكرون نقطة تحول في جائحة كورونا. ساعة إخبارية من الحدث، أهلا بكم. نبدأ هذه الساعة من تطورات مفاوضات فيينا حول ملف إيران النووي، حيث نقل تلفزيون إيران بريس عن مسؤول كبير قوله إن بلاده ستستمر في مفاوضات فيينا قدر ما يستلزم الأمر، مضيفا أن طهران لن تضحي بمطالبها المبدئية وحقوق البلاد من أجل المواعيد النهائية وجداول المواعيد أيضا، متهما أطراف بأفشال المحادثات والسعي لإنهائها بشكل مبكر وإلقاء اللوم على إيران، كما أكد رفض الطرح الذي تتقدم به بعض الأطراف الغربية بربط الملفات السياسية والأمنية بالاتفاق النووي، معتبرا أن الأولوية هي رفع العقوبات. وذكرت تقارير لصحيفة إسرائيلية اليوم أن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لشن هجمات ضد الأسلحة العالية الدقة الإيرانية باستثناء برنامجها النووي. صحيفة الإسرائيلية وفي تقرير لها أفادت بأن روسيا والنظام السوري لم يعودا يعارضان هكذا هجمات، لافتة إلى أن رئيس النظام السوري بشار الأسد بات يرى أن الابتعاد عن طهران هو السبيل الوحيد للعودة إلى الصف العربي. هذا وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تتفهم موقف تل أبيب حول الأسلحة الدقيقة، وبالتالي تتجاهل بهدوء الحملة الإسرائيلية. مزيد من التفاصيل معي المحلل السياسي شلومو جانور وهو معي من القدس. شلومو مساء الخير. يعني هذه التفاصيل أو هذه المعلومات، هل البعض يقول هل تحتاج إثباتات؟ هل هي مجرد رأي صحفي أم فعلا الصحيفة شملت هذه بإثباتات وأدلة بأن فعلا أمريكا تعطي ضوءا أخضر لإيران لضرب أهداف بعينها؟ المقال هو منسوب ليعقوب نادل، وهو من شغل في الماضي منصب مستشار نتنياهو لشؤون الأمن القومي، وأيضا ومن ثم رئيس المجلس الفعلي للأمن القومي في إسرائيل، ومن هنا ربما المصداقية والخبرة والمعلومات الدقيقة التي يحصل عليها دائما وتحليله للأوضاع خاصة في الملف الإيراني بشموليته. يجب أن نعرف أيضا بأن نادل هو أيضا يتخذ موقفا سكريا يمينيا متطرفا، ولذلك يجب أخذ المعلومات أيضا بهذا النظر. بالنسبة للمعلومات نفسها، إسرائيل تحافظ على ضبابية فيما يتعلق بنشاطها ضد في سوريا، ضد الأهداف الإيرانية، ضد البنية التحتية الإيرانية، ضد القوات الإيرانية، وضد الوسائل لتهريب الأسلحة الدقيقة الإيرانية المصنوعة والمصنعة في سوريا أو المهربة من إيران عبر الأراضي السورية إلى لبنان. هذه النشاطات هي ازدادت في الشهر الماضي ربما لحسن الأحوال الجوية، ولكن خلال الأسبوع الأخير توقف هذا النشاط ربما للرداءة الأحوال الجوية. هذا النشاط هو مكثف
ويندرج في إطار ما يسمى في إسرائيل بالمعارك بين الحروب، أي ضد إيران وضد المشروع النووي. علينا أن نميز هنا بين هدفين متشابكين، الأول المشروع النووي الإيراني، وأيضا المحاولات الإيرانية لتصنيع وتهريب الأسلحة الدقيقة لحزب الله، وكلهما يعني في أعود لمتن ما جاء في المقال الصحفي هذا، وهو مسألة أنه يعني إلى أي حد يمكن أن نربط بما يقال عن اقتراب التوصل لاتفاق خلال أسابيع خلال أشهر بين الأمريكيين والإيرانيين فيما يتعلق بفيينا، يعني وكأن ثمة شيء يحتاج إلى إثباتات أكثر، بأنه بالأمس كانت هناك تخوفات إسرائيلية من أن يصل الأمريكيون والإيرانيون أيضا إلى اتفاق، اليوم هناك إشارات بضوء أخضر بضرب المواقع الإيرانية، وبالتالي إلى أي حد يمكن أن نزيل لبس في هذه النقطة؟ أعتقد بأن العنوان هو إيران وقدراتها وطموحاتها ومساعيها للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط وخلق التهديد الدولي والإقليمي، ولا سيما التهديد ضد إسرائيل. كل هذا ممكن نجمع الخطوط ونرى الدور الأمريكي، الدور الروسي، الدور الدولي بصفة عامة، الدور الإيراني، ومن ثم أيضا الدور الإسرائيلي. كل هذا يمكن معالجة المواضيع من زوايا مختلفة، ولكن العنوان هو على الجدار، إيران هي عدو، إيران يجب معالجتها سواء مشروعها النووي أم غير ذلك. بخصوص الروس، يعني الصحيفة تتحدث عن مباركة الروس أو غض الطرف الروس عن ضرب إيران، وأيضا النظام السوري. الروس طول الوقت هم يعني داعمون، هم يحموا النظام الإيراني بشكل أو بآخر، وهنا أيضا وكأن الأمر يحتاج إما أن ندخل في صفقة مع الأمريكيين أو ثمة تغيرات في الموقف الروسي لا 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 يعرفها الآخرون. يعني سأتناول الموضوع من وجهة النظر الإسرائيلية المحضة. إسرائيل سواء في عهد نتنياهو أو في عهد بنت حاليا حاولت ونجحت في إقناع الرئيس الروسي بوتين بموقفها بأن إيران تشكل خطرا، التواجد الإيراني في سوريا يشكل خطرا على إسرائيل وأيضا على الاستثمارات الروسية في سوريا. هنا تطابق الآراء الروسية الإسرائيلية، وهذا ما حصل عليه بنت من خلال لقائه قبل عدة أسابيع في موسكو، وصدر بيان عن ديوان بنت بهذا الصدد ولم ينفي الجانب الروسي بتاتا. زد على ذلك بأن مبعوث روسي خاص يدعى ألكسندر لابرنتايف، نعم، زار دمشق في الأسابيع الأخيرة وطلب من الرئاسة من الرئيس السوري بشار الأسد بأنه يتجاهل الضربات الإسرائيلية وأن روسيا ستقوم بمعالجة هذا الموضوع مباشرة مع إسرائيل. هذا هو النوع من التفاهم الذي أحرزه، نعم، لابرنتايف المبعوث الروسي مع الرئاسة الروسية السورية، وهذا أيضا نشهده الآن على الأرض، أي عدم قيام سوريا أو روسيا بمهاجمة أو بمطاردة الهجمات الإسرائيلية التي تنشرها الصحافة الدولية بأن إسرائيل تقوم في سوريا. هذا هو طبيعة الموقف. ربما السؤال الآن متى، يعني إذا كان هناك ضوء أخضر للإسرائيليين بضرب أهداف في الداخل الإيراني، البعض السؤال متى هو في إطار التحليل والتوقع، يعني هل أثناء هذه الجولات في فيينا أو ربما يكون الأمر متروك للفترات القادمة؟
إذا عدنا إلى المقال الدكتور ناجل نفسه والذي بدأنا فيه الحديث، فهو يقول بأن الإدارة الأمريكية منعت إسرائيل من القيام بأي نشاط ضد المنشآت النووية الإيرانية، في حين منحت إسرائيل الرصيد المفتوح، تشيك مفتوح، للقيام ضد الأهداف الإيرانية في سوريا. هذا هو التمييز. إسرائيل مع ذلك على لسان بنت قال أن أي اتفاق قد يتم التوصل إليه في فيينا سوف لا يلزم إسرائيل، وأن إسرائيل حرة في اختيار التوقيت والزمان والظرف لمواجهة المنشآت النووية الإيرانية. في الداخل الإيراني ولا في الداخل الإيراني؟ تقصد في الداخل الإيراني ولا غير مسموح لهم الاستهداف في الداخل الإيراني؟ نحن نسمى المشروع النووي الإيراني أينما تواجد وفي أي مستوى هو موجود ومن يعمل لصالحه، أي الهدف هو شامل برمته المشروع النووي الإيراني. شلومو غنور المحلل السياسي كان معي من القدس، شكرا جزيلا لك. إلى الداخل الإيراني، حيث تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اقتلاع قوات الأمن الإيرانية أعين متظاهرين خلال تصديهم لاحتجاجات العطش في مدينة أصفهان. وأشارت هذه الصفحات أن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 120 متظاهر وقامت بتعذيب عدد منهم داخل سجونها. من لندن معي الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ عارف نصر. أستاذ عارف مساء الخير، هل رصدتم أيضا يعني تجاوزات أخرى لملف التظاهرات هذه في مظاهرات العطش في أصفهان؟ يعني هذا ما نشر على موقع التواصل الاجتماعي، لكن هل هناك توثيق؟ يعني كل التظاهرات السابقة وثقت بشكل أو بآخر تجاوزات النظام الإيراني ضد المتظاهرين، لكن هذه المرة هي مجرد منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ليس أكثر، يعني هل هناك توثيق أكثر؟ تحياتي لك ولمشاهديك الكرام. بالفعل المنظمات الحقوقية والمواقع المتخصصة بتتبع القضايا الداخلية في إيران رصدت الكثير من الخروقات خلال مظاهرات أصفهان الأخيرة. وكالة هارانا نشرت أسماء 217 شخصا من بينهم 13 طفلا، يعني أحداث غصر تم اعتقالهم في سجن داز جيرد ومعتقل قدوسي في إصفهان التابع للحرس الثوري. وكذلك يعني المصادر الطبية الرسمية في إيران الآن تقول بأن أكثر من 30 شخص أصيبوا من ناحية العين برصاص من بنادق مخصصة للصيد. نعم. وهذا الأمر سيؤدي إلى أن يفقدوا ربما بصرهم، أغلب هؤلاء سيفقد بصرهم جراء هذا الرصاص الطائش الذي يعني ضرب به المتظاهرون بشكل عشوائي. طيب، فتح هذا الملف ملف حقوقي قديم مثقل بكثير من التجاوزات الإيرانية هو موضوع على جدول العقوبات، لأن هناك عقوبات مخصوصة نتيجة ملف حقوق الإنسان في إيران. فتح هذا الملف، هذه التجاوزات الآن في ظل مفاوضات فيينا، إلى أي حد يمكن أن يؤثر؟ أكيد بأنه هو النقطة التي إيران تخاف منها كثيرا وتخشاها بشكل كبير جدا. الملفات الحقوقية سواء الملفات القديمة يعني التي ترجع ربما إلى العقد الأول من الثورة في إيران، أو التجاوزات والثورات التي أعقبت مظاهرات 2009، هي كلها بمثابة خروقات بإمكانها أن
أن تدين النظام الإيراني بشكل كبير، وخاصة تلك التي حدثت في الأهواز. نعم. هنالك العشرات من الجرحى وعشرات من القتلى والشهداء سقطوا في مناطق كثيرة من الشعوب في إيران، بإمكانها أن تفتح وتكون عامل كبير جدا إلى تتبع النظام الإيراني غضائيا. ولو أني أعلم بأن هنالك تقسيمة اعتمدت خلال العقود الماضية على أن تكون الملفات الحقوقية هي من اختصاص الدول الغربية، هي التي عادة ما تتابعها، على أن يكون الملف النووي هو من اختصاص الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي عادة ما تتابع هذا الملف وتفرض العقوبات عليه. لا ألمس صراحة يعني توجه أوروبي على أن يفتح هذه الملفات إلا إذا فشلت مفاوضات فيها. لكن كيف يفتح ملف في عهد نظام إيراني رئيسه نفسه مطلوب؟ يعني إبراهيم رئيسي نفسه مدرج على قوائم انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الإعدامات والقتل خارج القانون وكل هذه الأشياء. يعني هذا بالإمكان أن تفتح. بريطانيا هنا اعتقلت رؤساء جمهوريين أدينوا بجرائم ضد الإنسانية، على ما أعتقد في التسعينات رئيس جمهورية الشيلي، وكذلك العديد من الدكتاتوريات الأخرى في العالم. وجدنا بأن التتبع القضائي كان له أثره الكبير. أنا باعتقادي أن هنالك ثلاثة حقول رئيسية تخاف منها إيران، وهي التحدي الكبير لها. هذه الحقول هي الحقل أو المجال الاقتصادي، السياسي والعسكري. بمعنى أن الحقلين الأولين، الجانب الاقتصادي بالعقوبات نجده بأن من خلال المفاوضات تحاول حلحلته. الجانب السياسي تحاول إيران من خلال الغمع الشديد أن تطفئ هذه نائرة هذه الثورات التي تظهر بإيران. في حال فشلت إيران بهذين الحقلين ولم تتوصل إلى اتفاق في فيينا واستمرت المظاهرات، باعتقادي بأن على المدى المتوسط والبعيد سيكون المجال الوحيد الذي تتحرك منه هو المجال العسكري فقط. لذلك أعتقد بأن العسكر والجانب العسكري هو الذي ستواجه به إيران شعوبها وشعبها. أستاذ عارف نصر، البحث في الشأن الإيراني. أستاذ عارف شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل ننتقل إلى عنوان جديد وفيه: عام 2021 في لبنان عام الأزمات والطوابير والفوضى. وسط إجراءات أمنية وإغلاق جسور في العاصمة السودانية، من المقرر أن تنطلق هذه التظاهرات في هذا التوقيت تحديداً. الحساب أصبح ثقيل بالنسبة للأجهزة الأمنية، المحصلة قد تصل إلى 30 مجتمعة. وصل عبد الله حمدوك إلى القصر الجمهوري، وهذه الأخبار العاجلة. هناك انتظار من قبل بعض الشخصيات القومية. خلونا نتوحد كسودانيين ونعاين مصلحة الوطن. اليوم عودة الدكتور عبد الله حمدوك في إطار إعلان سياسي، كيف سيتعامل معها الشارع، بل من سيقود الشارع حتى؟ هل من دعوات لمزيد من التظاهرات بالأيام القادمة أيضا احتجاجا على هذا الموضوع؟ هذه الوثيقة لا دستورية. الذي تم في الحكومة اليوم يفتح الباب واسعا أمام اندماج المجتمع السوداني. هناك قبول من بعض المكونات السياسية وهناك رفض من قوى سياسية أخرى لعودة حمدوك بهذه الطريقة. We'll be right back.
أفاد مراسل الحدث في ليبيا بأن محكمة استئناف طرابلس ردت الطعون المقدمة على ترشح عبد الحميد دبيبة وأقرت بإعادة ملف ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من الشهر الحالي. هذا وأفاد تلفزيون ليبيا الأحرار بقبول لجنة الطعون في محكمة الزاوية الابتدائية الطعن المقدم ضد المرشح خليفة حفتر لاستبعاده من قائمة المترشحين للرئاسة. وبحسب ما نقله تلفزيون ليبيا الأحرار فإن المحكمة اعتبرت أن ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء هو قرار وليس قانون، وهو ما يجيز لها إمكانية استقبال الطعون والبت فيها. أكدت الولايات المتحدة مشاركة الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم بعدم السماح للأطراف المسلحة أو أي صراع محتمل بتهديد الانتخابات المقبلة وتطلعات الليبيين للإدلاء بأصواتهم. ودعا السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند جميع الأطراف إلى تهدئة التوترات واحترام العملية الانتخابية الجارية التي يقودها الليبيون. فيما حذر تقرير أممي من استقرار وجود المرتزقة على الأراضي الليبية مشيرا إلى استمرار وصول شحنات الأسلحة المهربة للبلاد، إلا أنها أقل من النسب السابقة بكثير ولا يمكن تحديد الدول التي تأتي منها، فيما أوضح التقرير إلى أن كميات الأسلحة المنتشرة في ليبيا كبيرة وتكفي لإشعال أي نزاع مستقبلي. إذن نشرح أكثر حول عمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا خلال هذا العام التي جاءت محدودة، لكن المخزون الذي تجمع العام الماضي وما قبله كافي لإذكاء أي نزاع مستقبلي. هذه خلاصة تقرير لمجموعة خبراء أمميين كلفهم مجلس الأمن بمراقبة مدى احترام الدول لقراره المتعلق بمنع إرسال أسلحة إلى ليبيا. وفي وقت تراجع عدد الانتهاكات المسجلة هذا العام لحظر الأسلحة المفروضة على ليبيا مقارنة بالعام الماضي، حذر التقرير من عدم فعالية حظر السلاح بالكامل لسببين، أولهما استمرار وجود المرتزقة على الأراضي الليبية دون وجود أي دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق حتى هذه اللحظة، أما ثاني الأسباب فهو مخزونات الأسلحة المرتفعة، مشيرا إلى أن القسم الأكبر من ليبيا لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة ليبية تستفيد من نهج تصالحي بالتعاون مع سلطات مؤقتة. ولفت الخبراء إلى أن العائق الأكبر أمام اكتشاف أو تعطيل أو حظر عمليات إرسال الأسلحة يتمثل في سيطرة دول أعضاء على سلاسل توريد الأسلحة. واستنادا إلى ذلك تضمنت جولة الخبراء الذين زاروا ليبيا في مناسبتين هذا العام كل من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وسويسرا وتونس، يأتي ذلك وسط رفض فرنسي للاتهامات التي طالتها بتنفيذ عمليات عسكرية جنوب ليبيا نافية تورط قواتها في أي عملية على الأراضي الليبية. إذن 10 سنوات مرت على ليبيا شهدت خلالها البلاد معارك ضارية أدت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى بجانب ملايين المهجرين، لتعود الانتخابات الليبية محملة بالمخاوف من عودة الانفلات الأمني وتقابلها آمال أخرى بنجاح الانتخابات في تحقيق المصالحة والوحدة بين أبناء الشعب الليبي. وعند اللزوم ستفتح المخازن ليتسلح كل الشعب الليبي، كل القبائل الليبية تصبح ليبيا نار حمراء. عقد من الدماء حتى وصل الليبيون إلى هذه النقطة. تم قفل باب الترشح وانتهاء هذه المرحلة الحساسة من الانتخابات التاريخية. لم يعتقد ذلك المسلح الذي أطلق تلك الرصاصة على ذلك الشاب الليبي في فبراير عام 2011 أنه سينطلق بعدها شلال من الدماء لن ينضب. نزل القذافي إلى الشارع ونشر قواته على الأرض
لكن الانشقاقات داخل صفوف جيشه أتت بما لا تشتهي سفن العقيد. وإما استعدوا أيها الليبيين. انطلقت شرارة الحرب الأهلية التي هدد بها القذافي الابن، وفتحت مخازن السلاح أبوابها، ولم يعد يعلو صوت فوق صوت البندقية. سقطت المدن الليبية واحدة تلو الأخرى بيد الميليشيات، وضربات حلف الناتو أنهكت قوات القذافي بعد فرض حظر جوي مشدد. قتل معمر القذافي. قتل القذافي، لم ترحمه توسلاته، لكن الدماء لم تتوقف، ولم تضع الحرب الأهلية أوزارها، وبددت سيطرة الميليشيات الأمل في بداية جديدة، وتحولت أجندتها من التحرر إلى التطرف. قتل السفير الأمريكي، وبدأت البعثات الأجنبية في المغادرة واحدة تلو الأخرى، وفرضت الميليشيات نفسها بقوة السلاح، وخرجت معها الجماعات المتشددة لتبسط سيطرتها على المدن الليبية. يعلن الجيش الوطني الليبي جيش الشعب. ومن بين ركام الحرب الأهلية وتأزم الوضع السياسي، خرج عدد من قادة الجيش ليعلنوا حل المؤتمر الوطني الذي سيطرت عليه الجماعات الإرهابية والميليشيات، وبدأت معها عملية الكرامة ضد الجماعات المسلحة والميليشيات في شرق البلاد. ردت الميليشيات والجماعات المسلحة التي فرضت سطوتها بتدمير العاصمة طرابلس لتعيد معها إحياء المؤتمر الوطني العام القابع تحت حكم الإخوان المسلمين. وبين الشرق والغرب كان داعش الذي فرض سيطرته على سرت، كاشفاً عن وجهه بعدد من العمليات الانتقامية لتستعيدها ميليشيات مصراتة ضمن ما يعرف بقوات البنيان المرصوص، ويفرض بعد ذلك الجيش الليبي سيطرته على المدينة. واصل الجيش عملياته ووسع سيطرته الميدانية لتشمل بنغازي، ويفرض سيطرته على مدن الشرق الليبي بدعم من القبائل المحلية. لبيك طرابلس لبيك. ليستكمل بعدها الجيش معركته معلنا التقدم باتجاه العاصمة التي مزقتها صراعات الميليشيات، لتجد تركيا ضالتها مع حكومة الوفاق التي سيطرت عليها جماعات الإخوان وتيارات الفساد، وتنشر قواتها في طرابلس، ويتوقف الجيش الليبي عن التحرك باتجاه العاصمة. اصحابوا سهل فتح بشاغة مالا وراء المنير. نار الميليشيات التي لجأ إليها قادة الغرب الليبي عادت الآن لتعلن رفضها لإجراء الانتخابات، وذلك وسط مخاوف من أن تجر البلاد إلى حقبة جديدة من الفوضى والاقتتال، وآمال بأن تشكل الانتخابات بداية النهاية لشلال دماء ظل متدفقا لعشر سنوات. أنوه أيضا إلى أن المشاهد الكريم سيكون على موعد مع هذه النوعية من التقارير المطولة التي ترصد مسارات الصراع الليبي طوال السنوات الماضية. سيستمر عرض هذه النوعية من التقارير حتى 24 من هذا الشهر، وهو موعد إجراء الانتخابات. نعود إلى سياق نشرتنا. فمنذ سقوط نظام معمر القذافي انتشرت في ليبيا عدد من الميليشيات المختلفة، ومع دخول حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة إلى العاصمة سعت إلى عقد اتفاقات مع عدد من الميليشيات من أجل تسهيل عملها داخل العاصمة وضمان أمنها مقابل منحها دورا في المشهد المستقبلي.
هذا وأعرب عدد من الليبيين عن أملهم في إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، مؤكدين أنهم سئموا من حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي عاشوها على مدار السنوات الماضية. بالنسبة للانتخابات الرئاسية، والله نتمنى أنها تقام في الموعد المقرر له وهو 24 ديسمبر، وأعتقد أن هذا الأمر مربوط بشكل كبير جدا بوجود إرادة دولية أولا وضغط دولي باتجاه هذا الأمر، وأيضا حتى الشارع الليبي مل من المراحل الانتقالية المختلفة اللي تمر بها ليبيا منذ 7 سنوات الآن حقيقة، وهذا الأمر يجعلنا نتفائل بشكل كبير أن نعم ستكون هذه الانتخابات في موعدها المقرر. الانتخابات الليبية إن شاء الله حتكون يعني أمل كل الليبيين، وكل الليبيين متأملين جدا ولن تكون انتخابات في موعدها بإذن الله، وأغلبية الليبيين وكل المجتمع الليبي ثابت الضيافة متأمل في الانتخابات، والدليل أن أغلبية الناخبين استلموا بطاقاتهم ومتحفزين على المراكز الانتخابية استلموا بطاقاتهم الانتخابية. أنا أعتقد أن الانتخابات سوف تقام بموعدها 24 ديسمبر، والسبب هو أن الإرادة الدولية هي من تريد أن تحدث انتخابات في ليبيا. تعد ميليشيات مصراتة أكبر قوة في مدن الغرب الليبي، ويقدر تعداد أفرادها بأكثر من 17,000 مقاتل، وتمتلك آلاف العربات المسلحة ومئات الدبابات وعشرات الطائرات العسكرية، إضافة إلى مخازن للأسلحة، وهي تتلقى دعما كبيرا من تركيا وتحوز على ثقة مسؤوليها لاعتبارات سياسية. المادة 12 من قانون انتخابات الرئاسة في ليبيا هي الأكثر جدلاً بين جميع المواد. نصها أشار بوضوح إلى وجوب أن يتوقف كل مترشح سواء كان مدنياً أو عسكرياً عن ممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فيعود لعمله السابق وتصرف كل مستحقاته. أبرز من اعترض على هذه المادة ومن خالف نصها بوضوح هو رئيس الحكومة عبد الحميد أدبيبة، الذي واصل مهامه وقدم أوراق ترشحه وقبلت رغم مخالفتها للمادة 12. لكن كيف أدبيبة اعتمد على قرار البرلمان بسحب الثقة منه في 22 سبتمبر، أي قبل المدة المحددة للتوقف عن المهام، واعتبر نفسه متوقفا عن العمل رغم ظهوره العلني واستمراره في إصدار بعض القرارات؟ لكن هناك مخالفة أخرى، وهي توقيعه على عدم المشاركة في الانتخابات عندما تولى منصبه وفقاً للاتفاق السياسي الذي صاغه ملتقى الحوار بموافقة الأمم المتحدة. سؤال مهم أيضاً بقي دون إجابة، كيف سيعود المرشحون إلى مناصبهم السابقة إذا خسروا الانتخابات وشكلت سلطات جديدة؟ هل سيعود عقيلة صالح لرئاسة البرلمان بعد انتخاب آخر جديد؟ وكيف سيعود الدبيبة لرئاسة الحكومة بعد تشكيل حكومة أخرى؟ ومن سيقود الجيش الليبي عند تعيين وزير دفاع؟ إلى لبنان هذه المرة، حيث اعتبر زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن ميليشيا حزب الله وحلفائها يعملون على تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة خشية خسارتها، محذرا من أن هذه الخطوة ستقود لبنان إلى مزيد من الموت البطيء وفق تعبيره. وفي حديث لوكالة رويترز، وصف جعجع الانتخابات النيابية المقبلة بطوق النجاة الوحيد للبنان، معتبرا أن استمرار وضعية البلاد الحالية سيؤدي إلى تحلل الدولة، مشددا على أن نفوذ ميليشيا حزب الله المتزايد هو السبب الرئيسي وراء الخلاف الذي يضر بهذا الاقتصاد. أول باب نجاة عنا إياه وهو بالفعل طوق نجاة هو الانتخابات النيابية، بس من هلأ الانتخابات النيابية للأسف وبالرغم من
كل نوايا رئيس الحكومة الحالي وجهوده أنا مني شايف على أنه رح يكون في أي تحسن بالأوضاع. رايحين إلى مزيد من الموت البطيء صراحة. يعني تتصور أنه هو بالوضع الحالي مثل ما عم بتصير الأمور فيه أنه مؤسسات الدولة وبالتالي الدولة إلى تحلل يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم. هلأ بواقع الأمور مثل ما هو هلأ كل من الوضع المعيشي بده يدهور، وبالتالي بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة اللي أي موظف بالدولة بده يروح على المؤسسة تبعه، وأي شرطي سير بده يوقف تايما نظم السير، وأي دركي بده يأمن الأمن الداخلي، وأي عسكري بعد بمعاش رح يصير 50 أو 40 أو 30 أو 20 دولار بالشهر رح يقدر يضل يقوم بواجباته. وفي تقرير صادم جديد عن الأوضاع في لبنان، كشف البنك الدولي ازدياد ارتفاع أعداد اللبنانيين الذين يعيشون فقرا متعدد الأبعاد. نتابع. بيروت هو هيك بس bad relationship that's not good for me and I have to just get out. قررت غادر لبنان لأنه ما بقى في أمان. جيت على الصيدلية ما لقيت شيء. مش لبنان هيدا، هيدا مش لبنان. بعد الفاصل ننتقل إلى عنوان جديد وفيه هجمات جديدة للجيش اليمني في شبوة، وحصيلة قتل الميليشيات في نوفمبر تفوق 800 قتيل. We'll be right back.
إلى اليمن، حيث شنت قوات الجيش الوطني اليمني هجوما واسعا على مواقع ميليشيا الحوثي في جبهة بيحان شمال شرق شبوة. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش هاجمت مواقع ميليشيا الحوثي في موقع الساق في مديرية سيلان، وأضافت أن الهجوم ما يزال مستمر، واستخدمت خلاله قوات الجيش الوطني مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. كما شنت قوات الجيش اليمني هجوما واسعا على مواقع ميليشيا الحوثي في جبهة بيحان شمال شرق شبوة، وتمكنت من صد هجوم حوثي غرب محافظة مأرب تكلل بتراجع الميليشيات وبتكبيدها خسائر كبيرة في المقاتلين والعتاد. وفي حصيلة غير رسمية خلال شهر نوفمبر المنصرم، خسرت الميليشيات الحوثية نحو 800 مقاتل من عناصرها، بينهم 500 ينتحلون رتبة ضابط ولواء و20 عميد وعدد مماثل برتبة مقدم. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لا حاجة لتطوير لقاح جديد لمواجهة المتحور أوميكرون، مؤكدة عدم وجود دليل على تراجع فعالية اللقاحات. وكشفت المنظمة عن تسجيل حالات إصابة بالمتحور أوميكرون في 24 دولة حول العالم، مضيفة أن أوروبا أصبحت مركزا لتفشي الجائحة. ورجح عالم مناعة إسرائيلي أن يشكل متحور أوميكرون نقطة تحول في مكافحة جائحة كورونا، مضيفا أن السلالة الجديدة شديدة العدوى بلا شك، إلا أنها قد لا تكون عدوانية بالدرجة نفسها. واستبعد العالم ارتقاء الفيروس إلى مستوى الوباء رغم احتمال بقائه لسنوات عديدة وانتشار متحورات جديدة حسب تعبيره، مضيفا أن الفيروس سيصبح أقل عدوانية مع الوقت. من لندن ينضم إلينا الدكتور بلال زعيتر المختص في علم الأدوية واللقاحات. دكتور بلال أهلا بك. دكتور بلال، ناس تخاف أم لا تخاف؟ هل اللقاحات كافية لمواجهته أم سيحتاج إلى لقاح خاص به هذا المتحور؟ يعني رسالتين متناقضتين. إذا نظرنا إلى تركيبة الفيروس نرى أن هناك عدد كبير من التغييرات على البروتين سبايك أو على النتوء البروتيني المحيط بالفيروس. هذا النتوء هو الذي تعمل عليه جميع اللقاحات الموجود لدينا، فإن كانت هناك تغييرات كبيرة عليها نظريا نفترض أن اللقاحات ستعمل بفاعلية أقل أو قد لا تعمل على الإطلاق عليه. يعني هذا من وجهة نظر أو من ناحية نظرية، ولكن على أرض الواقع هناك كثير من الدلائل التي تقول أنه أن اللقاحات ما زالت فعالة. كنا متخوفين من هذا الشيء مع متحور دلتا على سبيل المثال، وتبين بمرور الوقت أن اللقاحات فقدت من فعاليتها شيئا بسيطا ولكنها بقيت فوق الحد المطلوب. فبالتالي الأمس سمعنا تصريحين يعني متناقضين إلى حد ما، ولكنهما يصبان في مجرى واحد. بالأمس شركة موديرنا رئيسها أعلن أنه من الوارد أن يكون اللقاح الحالي لا يعمل بالصورة الكافية أو المرضية على متحور أوميكرون، ولكنه أعلن استعداد شركة موديرنا لتكييف اللقاح إن تبين أنه لا يعمل. وفي بنهاية اليوم رئيس شركة بايونتك أوغر شاهين أعلن أنه يرى أن اللقاح بشكله الحالي وتركيبته الحالية ما زال لديه القدرة على تغطية متحور أوميكرون. فبالتالي الآن نحن في تلك المرحلة الرمادية التي لا توجد لدينا بيانات كافية، لأنه مر حوالي 20 يوم فقط على اكتشاف المتحور. طبعا عندما نقول مر 20 يوم على اكتشاف المتحور هذا لا يعني على ظهوره، قد يكون ظهر قبل شهرين، وهذا ما يفسر أنه انتشر في كثير من الدول قبل أن يتم رصده علميا وسريريا. يعني دلتا الآن أوميكرون، غدا لا ندري، وبالتالي هنا الأسئلة عن المتحورات القادمة. هل في قاعدة علمية تضبط أو تجعل العلماء يتوقعون شراسة هذه النوعية من المتحورات يمكن أن تبقى شرسة أو تكون أقل خطورة؟
طبعا من يعرف الفيروسات يعرف أنها مخلوقات متحورة بطبعها، في كل عملية انتقال من إنسان إلى آخر هناك فرصة لحدوث تحور جديد. منذ بداية الجائحة رصدنا نحو 6500 متحور لكورونا. المتحورات الخطيرة أو المثيرة للقلق هي التي تم إعطاها أسماء حروف لاتينية بالأبجدية اللاتينية، ألفا، بيتا، جاما، دلتا، والآن أوميكرون. طبعا التحور بشكل عام هو يسير باتجاهين، من الوارد أن يتحور الفيروس ليصبح شيئا أكثر خطورة، وهذا ما رأيناه في متحور دلتا على سبيل المثال، ومن الوارد أن يتحور الفيروس ليصبح شيئا أضعف. وطبعا إذا عدنا بالتاريخ إلى سنة 2002 أو 2003 عندما ظهرت جائحة السارس في جنوب شرق آسيا، ما أنقذ البشرية من تلك الجائحة أن الفيروس تحور إلى شيء أضعف. فبالتالي هناك بوادر أمل تلوح بالأفق أن يكون متحور أوميكرون، مع أنه أسرع انتشارا إلا أنه أضعف إمراضية، يعني بمعنى أنه أنعم أو أقل قدرة على التسبب بأعراض خطيرة، مما يعني أنه متحور أسرع بالانتشار وأضعف من ناحية تأثيره على الجسم البشري. لغاية الآن لم تسجل أي حالة وفاة في العالم بمتحور أوميكرون يعني لغاية الآن. فبالتالي من الوارد أن يكون هذا الرعب مقدمة للانفراج وأن يأتي. طب لماذا ينظر دكتور بلال إذا كان هو ليس بهذا الرعب، لماذا ينظر أو العلماء ينظرون إليه باعتباره نقطة تحول في مسار كورونا منذ بدايته؟ يعني لأننا الآن في المرحلة الرمادية، لغاية الآن رصدناه قبل 20 يوما، لغاية الآن لم تصدر أي دراسة سريرية محكمة عليه. هذه الدراسات بحاجة إلى بعض الوقت، على الأقل شهر. فبالتالي نحن بعيدين 2 أو 3 أسابيع على أبعد تقدير عن صدور أول دراسة علمية سريرية يمكن أن يعتد فيها. فنحن الآن في تلك المرحلة الرمادية التي لا نعرف إن كان هذا المتحور هو أخطر بكثير ومن الممكن أن يعيدنا إلى المربع الأول، أو من الممكن أن يكون كغيره ونستطيع أن نستمر بنفس الاستراتيجية الحالية. الجميع الآن يعمل بشكل احترازي استباقي لا أكثر ولا أقل. طيب، يعني فكرة الطفرات القوية المفاجئة مرة واحدة في أوميكرون، هل كانت متوقعة من قبل العلماء؟ هل تشي بشراسة ما لأوميكرون تحديداً؟ أوميكرون تركيبته تشي بشراسة في سرعة الانتشار، بمعنى أنه النقطة التي يلتصق فيها الفيروس بالجسم بمتحور دلتا كان هناك طفرتان، بمتحور أوميكرون هناك 10 طفرات. فبالتالي يشي بأنه أسرع على في العدوى، ولكن كما أسلفت النتائج أو إن صح التعبير الظواهر السريرية، الطبيبة في جنوب أفريقيا التي اكتشفت المتحور قالت في عدة تصريحات أن جميع المصابين كانوا حالات خفيفة ومتوسطة، حتى أن العرض التقليدي لكورونا ألا وهو فقدان حاسة الشم والذوق لم يكن موجودا هذا العرض لدى المصابين بأوميكرون. فهناك حديث متزايد عن كونه أقل إمراضية، ولكن دعونا الآن أن لا نستبق الأمور. علينا ننتظر دكتور بلال. شكرا جزيلا دكتور بلال زعيتر، المختص في علم الأدوية واللقاحات. شكرا جزيلا دكتور بلال. وصلنا إلى ختام هذه الساعة. لكم دائما في الختام تحياتي. ربما تعرضنا لعدد من الملفات التي كانت ساخنة طوال هذه الساعة الماضية، لعل أبرزها كان الملف الأخير وهو ملف كورونا. لكم دم تحياتي وإلى اللقاء.